لا يكاد يخلو شارع تجارية في مدينة الحلة مركز محافظة بابل من التجاوزات على الأرصفة من قبل أصحاب المحال والمجمعات التجارية، الأمر الذي يعيق حركة المارة الذين عبروا عن استيائهم من هذه الظاهرة التي عدوها بغير الحضارية. والله موضوع التجاوزات موضوع ميؤوس من عنده، يعني لا تقدر تمشي، لا تقدر تطلع بسيارة، الشوارع مسددة، يعني الطرق غير صحيحة، يعني محافظة بابل منكوبة. أكثر محافظة من محافظات العراق محافظة بابل بحجم التجاوزات. اليوم احنا كمواطنين نشاهد التجاوزات في محافظة بابل لا يمكن السكوت عليها، لذلك احنا نطلب من الحكومة المحلية في محافظة بابل كذلك مديرية بلدية الحلة متابعة التجاوزات. التجاوزات أصبحت مرض كبير جدا في محافظة بابل، وعلى الحكومة المحلية استئصال هذا المرض. ليش؟ لأنه اليوم المواطن لا يستطيع المسير على الأرصفة، ولا يستطيع ركن سيارته، ولا يوجد هنالك أي مكان لركن السيارة. فيما أشارت مديرية بلدية الحلة إلى تنفيذها عدة حملات واسعة لإزالة التجاوزات الحاصلة على أرصفة الطرق الرئيسة والتجارية وفرضها غرامات مالية على المتجاوزين. مديرية بلدية الحلة أطلقت حملتها الكبرى لإزالة كافة التجاوزات من على الأرصفة والساحات والشوارع وأحياء مدينة الحلة كافة. هذه التجاوزات للأسف الشديد أصبحت ظاهرة مستشرية، وصار لزاما على المؤسسة البلدية إطلاق حملتها مهما كانت الظروف، مهما كان نوع التجاوز ومهما كان صفة المتجاوز، سيتم رفع هذه التجاوزات وفرض غرامات تصل إلى 500 ألف دينار. التجاوزات على الأرصفة تعد ظاهرة غير حضارية، بالإضافة إلى أنها تعد تجاوز على حق المارة، مما يعرضهم إلى الكثير من الحوادث المرورية، مما يتطلب إلى إجراءات حكومية رادعة لمنع هذه الظاهرة. من محافظة بابل، معتز العبودي، زاكروس تيفي.